عسكريه وما يخلطش في خصوصيه. كلنا نحترموها يا بلاش كلام خشن. لا لا سيدي، لا لا في واضح على الشيء اللي صار البارح. الامور العملياتيه اكيد راهم عندهم معطيات خاصه بهم، لكن انا حاب نقول لك حاجه والله نقعد مستغرب يا اخي، ما صارش في حكومه حبيب السيد نفس الاحتجاجات هذيا، وقدمنا شهيد كامنيين وقلنا والله يعطيكم الصحه، ضبطوا النفس وامنيين وما فماش جديد. شبي عندنا ضعف ذاك لنساو باش جديد اللي يصير في تونس توا، تي صار في حكومه حبيب سيد وقع تصدي، وقع تصدي وفما نهب صار وما نجحتش العمليه، وفي قصرين وفي تجروين، شبيكم تنساو؟ كاين وفي قرقنا، كاين يصير توا في الجنوب سي لطفي جديد علينا. اه غريبه، اه شنو هذا؟ لا يا خويا ما وجد علينا يا اخي. لا عماد، لا 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 نقله علينا. نوعيه وقت اللي وقف لك النفط. سامحني عايش خويا، نقله نوعيه. اه موقف الفوسفات اشهر واشهر، الخسائر بالالاف المليارات. يجد علينا كتونس، راهي من قديم موجوده في تونس احتجاجات، وقدمنا شهداء وقدمنا ناس وما كانتش تكسرت ومعدات القلق. ما جاوبتنيش على السؤال تاع البارح، انا نسال فيك على البارح الموقف اللي خذاه الجيش التونسي، هل كان نابع عن حكمه عسكريه عازله ولها من الصلاحيات باش تتخذ الاجراء اللي هي ترى مناسب؟ كما انا كامني نبدا في ميدان العمل نتاعي تحتم علي الضرب، نستر بتصرف معين يا لطفي. قبل ما توصل للمحطه